ننتقل لفقرتنا التالية يا ليلى. أما لهلا لفقرتنا الثانية لليوم ليلى رح نحكي عن السعادة. طبعا كلياتنا بنركض ورا السعادة، هي مقصد وغاية للكبير والصغير. في ناس ممكن السعادة بتكون بمكان، بمشوار مفضل، ممكن بشخص، بصديق، بصديقة. كل حدا عنده هيك بيركض ورا السعادة إلى شيء معين ليلى بالنسبة له. ولا شو رأيك بالموضوع؟ أكيد ما في أحلى من أنه الواحد يبحث عن السعادة ويسعى له ويقدمها للآخرين أيضا. رح نحكي أكثر مع المدربة رائدة بعكر، مدربة مهارات حياة. صباح الخير. صباح السعادة. أهلا وسهلا فيك. صباح الأمل والتفاؤل. صباح الشوب حتى. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي شو هو مفهوم السعادة بشكل عام. طبعا الله يسعد صباحكم كما قلت. صباحك. ما في أجمل من كلياتنا، مطلبنا بالحياة هو السعادة، هي غاية ومطلب أساسي هو السعادة. مين منا ما بيحب السعادة؟ فالسعادة هي حالة شعورية، ذهنية، قلبية، حقيقية، نابعة من الذات. أنت سعيدة معناتها لقاء، تصرف، فعل، مبدأ، حالة تؤدي إلى حالة إيجابية، وهي الحالة الإيجابية تعطيني السرور، الفرح. شو بيقولوا لك؟ الله يسعدك، أنا بقمة السعادة، ما عم بقدر أوصف هي السعادة. فالسعادة هي نوع من الراحة، الاطمئنان، الهدوء، راحة البال، السلام. فالسعادة هي حقيقة مطلب حقيقي ومتفق عليه عالميا بكل أنحاء العالم، هي السعادة. نعم. لكن أحيانا بيفرقوا، ما بيعرف يفرقوا بين السعادة وبين المتعة. كمان السعادة إلى أنواع، مثل ما نحن بنعرف، يمكن تكون سعادتي لحظية، هلق أنا سعيدة فيكم لحظية، هلق سعيدة نتيجة نجاح، مبسوطة، مفتخرة. يمكن تكون سعادة ما بين السعادة الأمدية والسعادة البعيدة وبين السعادة الحقيقية. يعني أنا بكون مثلا هلق بحالة تفاؤل وإيجابية، هي منقول عنها السعادة الوسطى. يمكن سعادة لما فيه بعد للمدى الأبعد، يلي هي السعادة العميقة جدا، يلي هي على المحبة، الغفران، التسامح. فالسعادة أهمية كتير كبيرة بحياتنا. نعم. سواء كانت على الصعيد النفسي، الجسدي، الروحي، الاجتماعي، المهاري، السعادة هي جدا مهمة بحياة هلأ الإنسان. كل مين عم يتابعنا عم بده يقول بهالظروف، قطعت الكهرباء، بالغلاء اللي عم يصير، من وين بدنا نلاقي السعادة؟ شو قاعدين عم نحكي نحن؟ عم نحكي عن السعادة، عن السعادة تماماً. ونحن ببيوتنا يمكن عنا منغصات كتيرة تماماً. وظروف تماماً. صعبة عم نمرق فيها تماماً. اليوم نحن يمكن كناس، كأشخاص عن نمتلك عيلة، كيف قادرين نعطي هاي أو سعادة نقدمها لأطفالنا؟ خلينا نركز على هاي النقطة. يمكن ظروف الحياة الصعبة تماماً. منعتنا نعطي لأولادنا السعادة، منعتنا نقدم الحب، منعتنا 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 من كتير قصص، لأنه كلنا مضغوطين. اليوم هي يعني سعادة، كلمة سعادة كيف فينا نقدمها بالظروف الصعبة؟ تماماً. أول شيء يعطيك العافية، سؤال رائع جداً. لأنه أكيد هلأ كثير عالم رح يعلقولنا أنه شو عم تحكي عن السعادة وين السعادة؟ وين السعادة؟ ما الدنيا شوب وحرائي ولا في كهرباء وظروف صعبة. السعادة نابعة من الداخل وليس من الخارج. إذا أنا بدي أنظر للظروف الخارجية واستنى السعادة، ما عادت سعادة حقيقية. ومن هون في فرق بين السعادة الحقيقية وبين المتعة. أنت عم تحكيني عن المتعة الخارجية. المتعة الخارجية يلي هي بتعمل سعادة، يلي بتعمل سعادة هي لحظية. لكن السعادة أنت سعيدة وين ما انحطيتي، السعادة بتحمليها بنفسك، بروحك. إن شاء الله تكوني بشوب ولا تكوني مو بشوب، هو التفاؤل. أصدق هو تفاؤل أنك أنت دائما في سعادة. وقت أنا بدي أعطي لنفسي هذه الإيحاءات أني أنا ماني سعيدة، عقلك الباطن رح يصدق وفعلا ما تكوني سعيدة. فالسعادة هي قرار، قرار أنت المسؤولة عنه. فقبل ما بلش بالقرار رح قول شو يعني متعة، شو يعني سعادة، حتى تميز فعلا. معك حق بهذا السؤال. المتعة لحظية هلق، السعادة أبدية. المتعة بتدور حول الحيثيات والماديات والجسدية تماماً. واللذة. متى ما انتهت هي المدة أو انتهت هي اللذة تنتهي السعادة. بينما السعادة هي طويلة المدى، دائما أنا سعيد بوجود هاي الماديات وعدمها. السعادة المتعة بتعطيني آنية لحظية بينما أمدية. السعادة هي تعطي مصادر البهجة، الرضا، السلام، التسامح. بينما المتعة بتعطيكي نوع من الخوف، نوع من الإدمان. فبتضلي خايفة أنه إذا راح هاي المنغصات ما في كهرباء، معناتها أنا لازم ما أكون سعيدة، معناتها أنا علقت سعادتي
وحياتي وقدراتي على وجود هذه الأشياء. وربك ما بيقلك تعلقي بشيء. السعادة هي أوكي صح معك حق بوجود أشياء بتساعدني، لكن بتزيد السعادة، لكن السعادة الأساسية هي من رضاك عن نفسك وتقبلك لذاتك، وليس السعادة خارجية. أنا سعيدة بكل الحالات بكل الظروف، لأنه من أهمية السعادة هي السعادة الروحية، وقت تكون أنا قريبة من رب العالمين ممتنة لرب العالمين ومتقبلة وراضية أنا في سكينة، سواء كان في كهرباء ولا ما كان في كهرباء. صح كلياتنا رح نعاني، لكن هاي العناء رح يكون هو عبارة عن مثل ما بيقولوا وقود لحتى نتأمل، لحتى يكون عنا نوع من الأمل. أما إذا بدي أقعد أقول ما في كهرباء ما في أكل ما في شرب، طيب ما أنا إنسان، رب العالمين ما بيرد لي غير الخير. نحن وجدنا لنا قدرات، لما منشغل هاي القدرات ومكون سعيدين مع ذاتنا بالأول. ما تكذبي على حالك، ما تكوني سعيدة ظاهريا وأنت بالباطن منك سعيدة. السعادة الحقيقية باطنية داخلية قلبية نابعة من هون من قلبك. أنا راضية، أنا براحة بال حتى تستمر الحياة، وإلا نحن منقعد هيك منطلع على النواقص ومنعيش. لا، فينا نقول الرضا عن كل شيء نحن عايشينه والتقبل. حتى انه نتعود نتأقلم بالتقنيات تبع السعادة. تمام. طب خلينا نحكي شو الفرق بين التعلق والحب. يا عيني جميل. نحن قلنا من نتائج اللي بتأدي إلى المتعة هو الإدمان هو التعلق، واللي بيأدي السعادة تعطيني الحب. فلاحظي نتيجة المتعة هي التعلق، تتعلقي بسعادتك بشخص بولادك بمكان بدفترك بقلمك. إذا راحت هاي الأشياء صرتي أنت تعيسة حزينة، يا الله ما حكاني ما علقتي. أما السعادة الحقيقية أنت ممتلئة بالمحبة، مكتفية، عندك اكتفاء ذاتي، ما عندك شح، منك معلقة سعادتك ومتعتك بحدا معين. فالفرق كتير كبير. بينما التعلق فردي أناني، بينما المحبة عطاء عطاء وعطاء المزيد والمزيد. مشاعر التعلق هي ألم وخوف، هلق بدي يتركني، هلق بدي يروح علي، هلق ما اجت الكهرباء مني سعيد، يعني دائما أنا بتعلق بالماديات. بين السعادة الحقيقية هو من جوا بتعلق بروحي برضاي عن نفسي. فلذلك منقول المتعة هي نوع من الإدمان اللي بيؤدي إلى التعلق الكامل المرضي الصعب إنك أنت تتخلصي. طبعا هذا الإدمان وهذا التعلق نتيجة البيئة، الظروف، الحياة، التربية، العلاقات الأسرية، الحرمان، النقص. أنا ما عندي محبة لذاتي فبدور برا. أنا بهيك حالة بكون عندي ضعف بالمحبة. فأي حدا بيجي بدي أغلق هالفجوة بحبه، هو منه حب. الحب أنا بوجوده وعدم وجود هذا الشخص أو هذا الشيء أنا سعيد، هو راح يضيف نوع من السعادة الإضافية، لكن أنا ممتنة لهالشيء هذا. حتى منلاحظ كتير أشخاص أنه بيكونوا يعني منطلع فيهم مثلا أنه هدول عايشين مناقصهم شيء، بس بتلاقيهم دائما مكتئبين أو عندهم هذا جو النكد أو يعني من برا ما هم مبسوطين. نحن منقول يا ريت عنا اللي عندهم لنكون نحن مبسوطين مثلا مثلهم. تماما، هذا الكتير منشوفه أنه أنا عندي كل شيء، ظروف الحياة متهيئت لي من كل النواحي، لكن أنا ماني سعيد. ليه؟ لأن أنا ما عندي رضا ذاتي، ما عندي امتنان وشكر، ما عندي قرب من رب العالمين. دائما بطلع على الشيء الناقصني، لأنه دائما يلا بكرة بكون سعيد، يلا لأعمل هاي الشغلة بكون سعيد، يلا مثل اللي تجوز، يلا ليجيني ولد بكون سعيد، بجوز الولد، يلا لحتى جوز الولد. أيوة وا لا، عيشي هلق السعادة. ما تأجلي السعادة وما تهرنيها بحدا. قرارك أنت، ما تخلي حدا يتدخل بهي السعادة، لأنه السعادة بتختلف من شخص لآخر. صحيح.
تماما. يعني دائما نحن مثل ما قلتي هيك منبعد عن المعنى الحقيقي لاي شيء او للسعاده او لاي شيء بنبحث عنه، وبنتعلق بالقصص اللي هي بتروح وبتجي، خلينا نحكي بالعاميه السطحيه. اليوم قديش مهم انه نحن يعني هي السعاده نمتلكها ونعطيها، كمان اعطاء السعاده هو بيرد عليك بشيء مميز، بيعطيك شعور مميز. قديش مهم اليوم ربط العطاء بالسعادة لحتى تنرد عليك بشي من السعادة؟ طبعاً السعادة أنك أنت تكوني فعلاً عم تعطي من قلبك وبيرد عليك، تستحقي هذه السعادة، أنت إنسان يستحق، لأنه من أهمية السعادة أنك أنت تكوني بعلاقة تواصل مع ذاتك وثم الآخرين، فرح تنعكس هي السعادة لجوة على مرة اللي أنت على محيطك الخارجي. لكن إذا أنت ما كنت سعيدة فكيف رح تسعدي اللي حواليك؟ السعادة جدا مهمة للصحة النفسية، الجسدية، العقلية، الروحية. السعادة بتطول العمر، السعادة بتشفي من الأمراض، السعادة بتعطيني أمل، السعادة بتعطيني أني أنا أكون بحالة ركون وهدوء وروقان، قادر أفكر. السعادة بتعطيني وقت بتكوني أنت سعيدة، صدقيني بتقومي بالأعمال بشتى المجالات وأنت سعيدة، لأن لحظة سرور زائد لحظة سرور زائد لحظة فرح تعطي لحظات من السعادة، حتى لو كنا بي مجال نحن مثل ما بتقولي قطع الكهرباء ولا، لكن طلعي هيك بطفلك، طلعي بي 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 بالحياة قال فيها شغلات كثيرة حلوة. لأنه من أساسيات السعادة أنك تحطي هيك ورقة تحطي النعم وتميزي، والله عنا نعم كثير يا رب العالمين، أعطانا الصحة، أعطانا النفس اللي من خلاله نحن هلق عايشين، وجيت وشفت حضرتكم. أهلا وسهلا. هلا يمكن مثل ما ذكرت ليا كمان هذا الشيء بينعكس على تربية أولادنا، لما نحن منكون إنه رضيانين عن الشيء اللي نحن فيه أو عم نحاول إنه نتفائل، ما نرجع من شغلنا نفوت على بيتنا معصبين مكتئبين متوترين، هذا الشيء كمان بينعكس قديش مهم بالنسبة طبعاً لتربية الأولاد أو نعودهم نحن على هذا الشيء. تماما. وقت أنت بتفوتي مكشرة وهيك الوضع وكذا، الولد بده يلقطها فورا، إذا أبي وأمي عم يقولوا هيك. فلذلك أول ما بتفوتي، لأنه من أهمية السعادة هي العلاقات الزوجية والأسرية يلي هي نواة المجتمع، فأنا وقت فوت طلع هيك تسم، بعطيهم هالبسمة هالمحبة، لأنه وراء البسمة والألفة هي محبة، عم تعطي محبة، عم تعطي أنك أنت موجودة. ما في أجمل من هاي الابتسامة وأنه الحياة وأني أنا معك، يكفي أني أنا معك. بس مو دائماً الواحد بيقدر أنه بيكون برا، بيكون في ضغوطات بعمله أو أي شيء، مو دائماً بيقدر أنه يفوت بهذا بهي الروح اللي عم تحكي عنها. كيف الواحد بده يقدر يسيطر على هذا الشيء؟ تماماً. يعني خصوصاً بهي الظروف اللي نحن عم بنعيشها. أكيد. بدك تعملي أول شيء تنفس، بدك تطلعي حالك من هذا الضغط النفسي، يعني أنت بدك تطلعي ما تهربي منه لكن تخلصي منه. اعملي ريلاكس، اعملي تمارين رياضيه، اعملي هوايات، عنقي طفلك، حبيه، حبي حالك، هيك حضري حالك الصبح، طلعي هيك على المرايه فيكي من الصبح قولي انا بحب حالي، انا استحق السعاده، بعلم ابني انا استحق، حتى لو كنت بضغوط تبسمي، حتى لو ما كان جاي على بالك بس تبتسمي، في بلا شعور بيفرز بجسمك هرمون السعاده، فبتصيري بالأول ما تفيق بتقولي اليوم يومي معكر، وعلى فكرة بتصير وفعلا بيكون يومك معكر. أنا صحيح. اليوم ماني والله اليوم وجيتني سعادة والبسط، وفعلا ليه؟ أنا أعطيتي إيحاءات سلبية لعقلك الباطن، والباطن ما بيميز العقل الباعي بين أنك أنت عم تحكي بقلك تكرمي عينك اليوم رح يكون نهارك منه سعيد. فنحن هاي الإيحاءات الإيجابية مهم جدا ما نعطيها، لأنه أفكارك تصبح أفعالك وأفعالك تصبح سلوكيات، والسلوكيات بينتج عنا عادات، فنحن حسب ما منعود حالنا. خلي يكون سلوك حياة السعادة، إذا ما خلقت أنت عيشيها، عملي سيناريو هيك أنك أنت سعيدة. المخ بحب الصورة السعيدة، ما بحب التعاسة. أكيد. إن شاء الله هيك بنتمنى نحن السعادة لكل الناس، وبنتمنى الفرح يعم بقلوب وببيوت كل الناس. نحن دائما منعلق أيامنا على بكرة،
لحتى نفرح، لحتى يصير عنا سعادة. هلأ كتير من الشباب معلقين فرحهم وسعادتهم إنه لحتى نسافر، لحتى نشتغل تماماً، لحتى يتأمن عنا أي شيء. تأجيل السعادة هي بإيدنا، ولكن كيف فينا نحن نسيطر إنه هي تضل عايشة يمكن، أو نعززها لتكبر وما نخليها هيك هي، أو نخلي الظروف هي اللي تبعدنا عن السعادة تماماً. حدد هدفك بالحياة. وقت بهدد هدفي وأحلامي وبكتبها على ورقة، ليش أنا موجود؟ ليه الله خلقني؟ صدقيني ما عاد في تأجيل، لأنه من مناغصات السعادة هو التأجيل والمماطلة والتسويف. فأنا وقت بسوف يلا لبكرة بدي أكون سعيد، أنا ضيعت وقتي وضيعت حياتي. أنا وجدت بالحياة حتى يكون عندي هدف سامي. البشرية كلها بتسعى نحو السعادة. صحيح. هدف أصلاً في دول كتيرة عاملين يوم للسعادة العالمي بيحتفلوا فيه، حتى لو منهم سعيدين بيعلموا الطفل أنه في عيد للسعادة، مثل ما في عيد للحب في عيد للسعادة. فأنا ما بدي ماطل، بدي حط هدف بحياتي اسعى نحوه وأعمل وأمضي قدماً، مو استنى لتصير الظروف. أنا بدي أخلق الظروف، أنا بدي أخلق الفرص، أنا بدي أتفائل. تفائلوا تجدوه. غير هي الأفكار اللي أنا لبكرة لبكرة لبكرة، لأنه بتصير عندك روتين. ما في شيء بقش من بكرة، ابتدي الهلق من هي اللحظة. أنا حط هدف لحياتي. في أنا في عندي شغلة كتير بحبها بقول لهم، عاملي قلب الإنسان السعيد بست شغلات: محبته لذاته، تسامح، وقت بكون أنا بتسامح بكون برضا، الغفران والرضا والتقبل والتصالح مع الذات. ما بنقد ذاتي، بعزز ذاتي، بكافئ حالي، بقدر حالي، بنغج حالي. الامتنان. الامتنان يا جماعة طاقة كتير رهيبة، طاقة بتعطيني أمل، بتعطيني تفاؤل. الامتنان والشكر والحمد. ما تطلعي على الشيء الناقص، الامتنان نطلع على الشيء هذا موجود. الشيء وقت بتمتني بصيري تستحقي أكتر. وآخر شيء حطيت عدم التعلق. ما تتعلقي بالسعادة، ما تتعلقي شيء بالحياة. أي شيء بتتعلقي فيه تخيلي بتعاقبي فيه. خليكي متوازنة. إذا تعلقتي بسعادة ما بتعودي تلاقي سعادة. التعلق كتير مضر على طاقة استنزاف، بينما وقت أنت بتكوني سعيدة وعندك أمل سواء تحقق ولا ما تحقق، كل وسائل الكون والحياة بتتعاون لتكوني تحققي. لا نتعلق بشيء، نتعلق الله تعالى مصدر السعادة والمحبة. نعم أكيد، يعني نتمنى سعادة لكل الناس ليلى، وخاصة لطلابنا اللي هلا ناطرين نتائج هيك يكونوا اليوم يفرحوا ويحققوا اللي بيتمنوا. أكيد بدنا نتشكرك كثير، شكرا لحضورك معنا، نورتينا وأهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، إن شاء الله أياماتكم كلها سعادة ومحبة يا رب. شكرا كثير.